أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا من سكان الطائف، ويوجد لدي شقة تمليك في مكة المكرمة مؤثثة بالكامل، وأنزل لها دائماً في الإجازات والمواسم، وسؤالي: هل ينطبق علي حكم أهل مكة في الحج والعمرة والصلاة، أم هل ينطبق علي حكم المسافر أثابكم الله؟ حكم المسافر، لأن العبرة بالإقامة الدائمة، فإذا كنت تقيم في مكة دائما هي محل إقامتك فهي بلدك، إذا كنت تقيم في الطائف وتذهب إلى مكة في بعض الأحيان فبلدك الطائف. نعم، فالعبرة بمحل الإقامة الدائمة. نعم.